السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم يتحدث عن كيفية عدم ظهور عدد مشتركين قناتي أمام العامة وطريقة إخفائهم. الطريقة سهلة جدا، ولكن قبل البدء بالفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ها هي قناتي موجودة هنا، هاي عدد المشتركين موجود هنا، موجود عدد المشتركين. سوف أمشي معكم خطوة في خطوة لإلغاء الظهور للمشتركين. ما عليك سوى الذهاب إلى جوجل كروم، بعد ذلك نقوم بكتابة في البحث www.youtube.com. نقوم بالدخول، انتظر قليلا حتى تحمل الصفحة. بعدما قمنا بتحميل الصفحة ندخل الآن، انظر في أعلى الصفحة يوجد هنا بجانب الإشعارات يوجد اسمنا أو صورة الشخصية تبعت حسابنا، نقوم بالضغط عليها. يوجد هنا خيارات، نضغط على خيار قناتك ومن بعد ذلك نقوم بالضغط على خيار تخصيص القناة. ننتظر، ننتظر قليلا حتى تتم تحميل الصفحة. بعدما قامت الصفحة بالتحميل ننظر إلى الأسفل، أسفل الشاشة من الأسفل يوجد خيار الإعدادات. ها هو يوجد خيار الإعدادات، نقوم بالضغط عليه. ننتظر، يوجد هنا عدة خيارات، ندخل على خيار القناة، نضغط على خيار القناة، ننظر بجانبها يوجد خيار الإعدادات المتقدمة، نضغط على الإعدادات المتقدمة، ننزل للأسفل قليلا، يوجد هنا خيار عدد المشتركين. إن كنت تريد إظهار عدد المشتركين تضع إشارة الصح، ولكن إذا لم تريد أن تظهر عدد المشتركين تقوم بإلغائه. هكذا ونعمل حفظ وننتظر. تم حفظ التغيرات. الآن نذهب إلى قناتنا على اليوتيوب لنرى هل تفاعلت. انظروا، ذهب عدد المشتركين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.